الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما ينفعنا ثم ما بعد. وقت دير بال فديي مركا مانسوكو بإن شاء الله تعالى سوشيال ميديا ها إنترنت كان يدبت لقى عبانيه وحي وحي لأوغي سنيان حشوت كي قفك وحشون لها ووح عرب كي سكسو بحي وإرال لها أما فعل كيسة وكان ترولي لها وإلهي سبحانه وتعالى شرع كيسة هي دين تي سكسل لها نبيين وحي لسقو إن الدرنسين يقيمها وحشوت كليه حي أي وحول الحياء شعبة من الإيمان. حديث البخاري ومسلم يقولون في الصحيحين من حديث أبي هريرة إيمانك أي قيبي النبي وحول الإيمان بضع وستون شعبة والحياء شعبة من الإيمان. لحظا يدور أما تضبعتا يدور هذا رواية مسلم أي شيء قبل أما قيبود بحشوتك وكيكو بني حي أيو إيمانك وكيكو بني حي أن راه حشوتك نوا قيب إيا قبل إيمانك كاملة. الحياء لا يأتي إلا بخير والنبي يقول صلوات الله وسلامه عليه حشوتك خير إيا وناد بو يوحك للمي ما أدو. الحياء كله خير حشوتك لما أنتي وخير بير نبي صلوات الله وسلامه عليه. الإيمان والحياء غرنا جميعا فإذا رفع أحدهما رفع الآخر. إيمانك إي حشوتك والا وذا حيري مذ هدو ميشا كب حؤول لواينا كيك لوالواي حشوتك وأخلاق دي نبي صلى الله وسلم عليه الله صلى الله عليه وسلم لما يستروه مدى الرأس ماذا حدوه مكارم الأخلاق. وليه حديثك ابن ماجه يا بخاري هذا بالمفرد وكورني ابن عباس يا أنس يا لقورني يا الصحابة دور لقورني إن لكل دين خلقا يعني وخلق الإسلام الحياة دينك استعلقاً بيليدهاي أخلاق وناكسن بيليدهاي هل دورك أخلاق ده وناكسني وحشوتك ويرى نبي صلى الله وسلم عليه حشوتك واصفه إلهي تعلي هاي حديثك أبو داود ينسائي ورنيان ونبي يرليه صلى الله وسلم عليه إن الله حيي ستير يحب الحياء والستر الله وعلى حشود بدن أستر كنا تعل حشود كي أستر كنا الله وتعل يهي واسطير وعبها بني آدم كو الله قريه سبحانه وتعالى حدون نقضي مركح حشود كي صفة إلهي تعل يهي سيدوك لوا شعار الأنبياء إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت نبي ينو قبرت بكراء وكحشوت بدنا نبي موسى مركا في صحيح البخاري لقوا الرمي كان رجلا حييا من حشوت بدن بوها حشوتك وزينة يقرح لقفك مؤمنك سيد النبي ينو تلمامي صلوات ربي وسلامه عليه وحكي سهورتي إذا مركا السوشيال ميديا هو دعوعيا حشوت كان نصوص تبضن أي نقص أخرناه وقت يعني سامح ما ندوي بحنركي قبض ملع أخذ بضينس أولك ترو شيء دنيس ووحي لي هذا هي قبض بلاها هرجيس سروال إيه وشار قصة عطي أو ده بجتمع أي كي رجدودين بيكهد اللي سيرن تير مركز بوحي تري حدي أن كيشلي ينجس أنكو صعود معناه وراء شبيته
iyo kastuumo haddaan ku socdo waa inaan helaa sharci iyo nidaam i difaacaya oo amnigayga iyo naftayda ilaalinaya. Social media marka ficiladan xunxun ee lasoo bandhigaya waxay muqadamo u yihiin barnaamijyo gaaladu ay wadato oo la rabo in la fuliyo oo marba qayb laynagu dayay. waxaa ka mid a sida xayada iyo xishoodka wax u yeeleen dadka social media hadda ku soo yaacay waa dad waalan oo jeel magnuun laga soo daayay. markaasi waxay ka sheekaynayaan galmadii iyo xiriirkii googoleed bay ka sheekaynayaan. haween galmo ka sheekaynaysa adiga adduunka war wixii ridda loo xidhinayay ee leydhka loo densanayay xalaasha marka lagu gudanayo sidaa loo qarinayay bal ka waran mid bannaan la soo fadhido iyadu ka sheekaynaysa oo macallimad ku ah. waa dersi iyo fariin lagu dhiibayo iimaankaaga. qofka muslimka iimaankiisaa la dhaawacayaa si uu tan ula qabsado kuwa ka dambeeyaana ka sii weyn. xagga hadalka tirmidi xadiis uu warinayaa nebigeenu salawaatu ullahi wasalaamu caleyh wuxuu leeyahay alxayaau min aliimaan waalimaanu fi ljanna, xishoodku iimaanku ka mid yahay, iimaankuna wuxuu ka mid yahay waa sababaha jannada ilaahay qiimiga badan iyo martisoorkiisa lagu mutaysanayo. waalbadaau min aljafaa waaljafaau fi nnaar, af xumada iyo dhaqan xumada iyo ruuxu inaanu xishoon waxay ka mid tahay qallafsanaanta iyo dhaqan xumaanta naarta lagu gelayo, ayuu yidhi nebigu salawaatu ullahi wasalaamu caleyh. dhallinyarada, dardaarankii nebi maxamed salawaatu ullahi wasalaamu caleyh waxaa ka mid ahaa xishoodka inuu dadka u dardaaro. saciid bni yasiid alansaari nin la yidhaahda wuxuu leeyahay ana rajula ata annabiya sala allahu calayhi wasalam faqaala awsini qaala uusiika an tastaxiya min allahi casa wajal, nin baa nebiga yidhi ii dardaaran saxaabadu ceelkii waxyiga ahaayee nebigu uu ka waraabinayay markuu waraabinayo waxa ugu qiimaha badan ee nebi maxamed ay kala hadhi jireen dardaaran buu ah. marka ii dardaaran waxaan kuu dardaarmayaa buu yidhi an tastaxiya min allahi casa wajal, inaad ilaahay ka xishooto kama tastaxyi rajulan saalixan min qowmik, sidaad nin wanaagsan oo qoomkaaga uga xishoonayso. dhallinyarada rabaa marka tusaale inaan siiyo, macallinkaagii ama aabbaha ama adeerkaa ama qof kale oo aad qadarinayso adigoo qaarkaaga sare qaawan yahay oo triko maxaa la odhan jiray surwaalkii gaabnaa dhalinyarad gashan jirta trikot dayib, adoo kaasita ma kusoo bixi lahayd oo inta sare ay kuu qaawan tahay, gabadhu aabbaheedoo guriga soo garaacay ama adeerkeed cawradeeduu qaawan ma kusoo bixi lahayd maya soo ma. sidaad qofkaa uga xishoonayso si ka badan baa la rabaa inaad ilaahay ku abuurtay aada uga xishooto. waxaa nebigeenu leeyahay salawaatullahi wasalaamu caleyh aan ku soo gebagabaynayaa xishoodka iyo qiimihiisa markuu nebigu uu inoo tilmaamayay nin saxaabada ka mid a ansaartii ka mid a baa wuxuu arkay nin kale oo xishoonaya. innaga soomaali ahaan xishoodka qaarkii qaar baynu ceeb u naqaanaa soo ma, ma dumar baa tahay maxaad la xishoonaysa baynu nia. ninkan ansaariga wuxuu leeyay nin xishoodkani waaba ku dhibay waad xishoonaysaa, nebigu wuxuu ku yidhi dachu fa ina alxayaa min aliimaan, war ninka daa xishoodku iimaanku ka mid yahay, xishoodka iyo sariigta iyo dhowrsoonida yacani wuxuu qofku ay isgaadhsiisaa darajo iyo mansilo
كره انه ادون كان قيمه او كيشو اخيرا الله سبحانه وتعالى اكتس كرامه يا ماموس او كيشو مركا سوشيال ميديا هو برو لوغو تلغل ان حشودك لوغو ديلو ان اخلاق ده علمها لوغو حليهو ان هدي الله يكون يا امده لوغو باديهو ما حل ان نقوم كره سي حلو غاري كره ندوين كدنبين ان شاء الله تعالى ان ادين دونا مادام وقت بدنا هدي الله يكون يا سوف ندين ان شاء الله تعالى كلمات كان إنان كعمل فلنه إلهي نغدقوا الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه ثم وذو آخر إنسان فاد بذاتيين مركو يرى قفع القرآن كلا صبر المجر فرصة هذا الشيء لكن إن شاء الله عمل بي يتطبيق بي دين تبهانته إلهي سبحانه وتعالى وحاوي دي سر إنه توفيق دقون نوافتيه حقنا على نقود له أدونك قوي كرامة يا ماموس قوي عشان الله ونقدر آخرنا كرامة الدنيا ذو قيمة ما لها درجات ك جنة الفردوس الأعلى كو إلهي وكو ماموس وكو كل ميو إنه إلهي نقدر قال الله ويدي سنة سبحانه وتعالى وجزاكم الله خيرا.